ما جاء عند الطبراني قال: فإن كان لهم إمام فالزمه، يعني اعتزل تلك الفرق والأحزاب وأهل الأهواء، فإن كان لهم إمام فالزمه، وإن لم يكن قال صلى الله عليه وآله وسلم فالهرب. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال: لأن الخروج على الولاة فيه تفريق لكلمة الأمة، وفيه وقوع الفساد بين الناس.